وإلى جولة في الملاعب العالمية. ألقت العديد من وسائل الإعلام العالمية على تغريدة المحترف المصري في صفوف أرسنال الإنجليزي محمد النني، والتي حملت تلميحات بالهجوم على زميله السابق أليكسيس سانشيز الذي رحل إلى مانشستر يونايتد في الانتقالات الشتوية الجارية. وقال النني عبر صفحته الشخصية على تويتر عقب التأهل لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي: الآن هناك لاعبون يقاتلون كل دقيقة من أجل الشعار والجماهير، نحن أرسنال، إنه وقت ويمبلي. وذكرت عدة مواقع خبرية أن النني وجه صفعة قوية لزميله السابق سانشيز بهذه التغريدة، فيما ذكرت مواقع أخرى أن جماهير أرسنال أشادت بالنني بعد تلك التغريدة. أسفرت قرعة نهائي نصف نهائي كأس ملك أسبانيا والتي أقيمت اليوم عن مواجهة برشلونة لفالنسيا، بينما اصطدم ليجانس الذي فجر مفاجأة بالتأهل على حساب ريال مدريد بأشبيلية الذي تأهل على حساب أتلتيكو مدريد. ويلعب برشلونة مباراة الذهاب على ملعبه في الكامب نو، بينما تقام مباراة العودة على ملعب المستايا معقل الخفافيش. ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين يومي 31 يناير و1 فبراير، بينما تقام مباراة العودة أحد يومي 7 و8 فبراير المقبل. عبر البرازيلي فيليب كوتينيو عن سعادته عقب مشاركته لأول مرة مع برشلونة أمام إسبانيول في كأس ملك أسبانيا. وقال كوتينيو عقب المباراة أن اليوم يعد يوماً مميزاً له، حيث يرتدي قميص برشلونة الذي طالما حلم به لأول مرة، مضيفاً إنه شعر ببعض القلق في البداية لكن ترحيب الجماهير به ساعده على تجاوز القلق. يذكر أن كوتينيو شارك في الدقيقة 68 من اللقاء الذي انتهى بفوز برشلونة بهدفين نظيفين وتأهله نصف نهائي البطولة. أكدت تقارير صحفية اليوم أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جاهز للمشاركة مع فريق ريال مدريد الأسباني في مباراة السبت أمام فالنسيا في الجولة 21 من الدوري الأسباني. ووفقاً لصحيفة ماركا الأسبانية، فإن رونالدو تعافى بشكل كبير من الإصابة التي تعرض لها في وجهه في مباراة ديبورتيفو لاكرونيا بالدوري، وشارك في مران اليوم بصورة طبيعية. كان رونالدو قد غاب عن لقاء ريال مدريد الأخير أمام ليجانس في كأس ملك أسبانيا، والتي خسرها الملكي بهدفين لهدف وودع البطولة. قالت تقارير صحفية اليوم أن الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الأسباني يرغب في العودة إلى فرنسا الموسم المقبل. وأشارت صحيفة ميندو ديبورتيفو الأسبانية أن بنزيما يفكر في الرحيل إلى نادي باريس سان جيرمان، بالمضيفة إنه قد يدخل ضمن صفقة تبادلية مع الأوروغوياني إيدوسون كافاني مهاجم النادي الفرنسي، والذي طرح اسمه ضمن أسماء عديدة ترغب إدارة الملكي في التعاقد معهم لتدعيم هجوم الفريق. قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إيقاف البرازيلي داني ألفيش ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة 3 مباريات بعدما تعرض للطرد في مباراة ليون ضمن الدوري الفرنسي. كان ألفيش ارتكب خطأ ضد أحد لاعبي ليون أثناء مباراة فريقه في الجولة 22 من الدوري، والتي خسرها سان جيرمان بهدفين لهدف، بالإضافة إلى اعتراضه بشدة على قرار حكم اللقاء، مما دفع الحكم لإشهار البطاقة الحمراء له.